السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخوات مشتركين في قناة رشيد تعلم في كاجو طنس، مرحبا بكم معايا في درس جديد. أنا كندير دروس وفي نفس الوقت كندير توعية الناس اللي ما كيعرفوش وباغين يعرفوا، وكانوا باغي غالطين شي حاجة باش يعرفوها، ولا باغي ندير شي حاجة يعرفوها قبل ما يديروها. حيت كاين الناس غير كيبقى يداوين داوين داوين كيبداو يزينوا في السلعه، ولا كيزينوا في شي صنعه ولا شي حاجه ديالهم كيزينوا فيها بزاف بلا بدون فائده. عندي لكم بغيت ندوي لكم دابا اليوم على اللوجيسيال ديال اللي كنصيبو به الرشمات ديال الطرز، حيت كلو كيزين اللوجيسيال ديالو. انا ما عندي حتى لوجيسيال، حتى حاجه ما ديالي، حتى حاجه ما كنبيعها. عندي لوجيسيال اللي بغاه فابور مرحبا به، باش كنخدمو باش كيخدمو الناس الاولين كيخدمو به. حتى دابا غالبية ديال الناس كيخدمو به، عندك 90% ديال الناس في المغرب في العالم كيخدمو به بزاف. حيت اي واحد دويتي معاه بغيتي تستافد منه في شي حاجة كتلقى عنده اكثرية هاد اللوجيسيال ديال ليوس او اس ليوس، راه تابع لورون كومبيكون، حيت هو اللي فيه كنا متبعينه من الاول ديالو، ملي كانت الفيرسيون 5 6 7 8، واللي كانوا ديك السمعه سميتهم مي بيرستيج. هذوك الاولين كنت كانوا سميتهم مي بيرستيج، فيهم توصلوا لحد 8، وملي طور رجعوه ليوس 2، وكاين ليوس 3. نحدك تما حيت 2 و 3 هما اللي تقريبا اللي خدمت بيهم، وكنفضل 2 على 3. حيت ملي كاين شي ناس كيقول الطوا زوين ما زوين كيبين ما كيبين حتى حاجه ما زوينه، يديك هي كتكون زوينه. اي لوجيسيال باغي تخدم به خاص تكون عندك يديك شي حاجه باش تخدم، ولا في دماغك هو الاول. الا عندك في راسك وفي يديك راه تخدم، راه يعطيك الاولاني القدر الاولاني تقدر تخدم به. هو كيسهلو شويه اه، ماشي يقولك ما لا كيصيب راسو ولا كيستهدا كيصيب راسو. انا نعطيه التصويره دابا ونعطيه التصويره ويصيبها ليا راسو، ولكن داكشي راه ماشي ساهل. عاد انا كيبقى داوي كي دايزي، نعطيه التصويره دابا، ولكن خاص تكون التصويره مصوره بفوتوشوب ومقاده مزيان، وما فيهاش لي طرا، ما فيهاش حتى شي حاجه ديال شي وسخات في الجناب، وغادي يطلع عليا غيخرج ليا طرزه منها. اي لوجيسيال في هادشي وكيعاونوا اه كيعاونوا، ولكن كلشي كيعاون بليد حتى هذا كيعاون، كيوري كيف تخدم وكيعطيك كيف تخدم، كيسهل عليك الخدمه كله بحال بحال. انا كنقول لك الخدمه كتكون في الليل، ما كتكونش في لوجيستيك هو اللي يخدم ليا هو اللي غيصيب لي، ما عمر لوجيستيك غيصيب لك شي حاجه باش عرفت شنو عرفت شنو باغي تصيب. انت اللي كتقول لي اش باغي تصيب، يعني انت اللي كدير فيهم. انك في التراساج كان في الاولين ما كانش عندنا، ملي كدير لي بوان كتبقى تراسي بوان بوان، واذا كانت الدائره مثلا ما كيعطيكش هذاك التخيل اللي كنكون تابعك باش كيبين لك الدوره واش مزيانه ولا مزيانه، واش نحط هنا ولا نبعد. بحال هذاك ما كانوش في ذاك الاولاني، يعني بحال دابا الدواء فيه وخدامين، كلشي الناس خدامين به. انت اي واحد سولها تلقى خدام بالدواء. طوا راه الفيرسيون الاخرى ديال ليوس زايده، حتى هي زايده لوبسيون اللي فيها بزاف اللي كيبغيوها الدراري بزاف على حساب البايت، انها كتبين البايت ملي كتصيب الموزونه، ملي كتصيب الموزونه شي بروغرام الموزونه كتبان لك الموزونه الدوار ديالها مصيبان كلشي موجوده، كتبان لك كل موزونه كيف محطوطه. الدو ما فيهش، ما نحتاجش انا ملي كنعرف العبار ديالي كنصيب فيه. كيكون عندي الدو طوا توا كاين كنكون انستالي مثلا، كنصيب البروغرام اللي كنستعمل كنلوحو للطوا كنقراه كنشوف بايات كتبان لي مزيانه. اصلا انا عارف العبار ديالي كنعرفهم حافظهم في دماغي، ما نحتاجش نشوفها مصيبه. كنصيبها في الدو، كنصيب كلشي في الدو صافي، كندير ماشي كتخدم امبيكابل، داكشي صافي راه في الدماغ كلشي في اليد باش تخدم. غير اللي باقي ما كيعرفش وكيبداو كيكذبوا عليه، كيبداو عليه لا هاك هذا وهذا زوين وهذا علاش، وبالثمن وبالكلي ديالو بالكي ديالو بالكود ديالو ما كيتحل ما والو، ما نحتاجش داكشي، كلشي محتاجينوش. هاهم انستالي دابا 7 سنين في بي سي مع مود، ولا تكلم ولا قال لك فين هو المود باس ولا وفابو. حتاج دابا كان كيتبع في واحد الوقت، كان في واحد الوقت ملي كان باقا الغفلة وكان داير التمنيت راه ما كانش، راه كان كيشتغل هذيك الساعة ب 30 ألف درهم 40 ألف درهم
50,000 درهم باش شريتهم عند واحد السيد، شرا واحد السيد وخدمنا به. اول مره جبناه عطاونا هو بي سي ديالو، بي سي هذاك البيدور قديم، حسبونا ب 50,000 درهم. دونك هذا لوجيسيال، ولكن الناس كانوا كيصوروا هذاك الساعه. دابا شي واحد تقول ليها 10,000 درهم 5,000 درهم لوجيسيال يقول لك بزاف، عاد التعلم ديالو تا هو ملي كيبغي يتعلم كتقول ليها الثمن يقول لك بزاف، ولكن اجي تحسبها، اجي تحسبها كتلقاها كتخسرها بزاف في الزنقه. هاد البروغرامات ملي كتبغي تصيبهم الرشمات، كتمشي تصيب رشمه اليوم 150 درهم، غدا 300 درهم، بعد غدا 200 درهم، موديف سير ضرب الطريق ورجع، سير بعد ما عرفت فين كاين شد النوبه وجي، شحال ديال الوقت خسرتي مقابل اش؟ الا حسبتيها تلقاها تقريبا راه هي هادي فورماسيون. دابا اللي باقي ليهم الفلوس، واخا الناس اللي باغي يتعلموا كيقدروا يتعلموا راسهم، ومع ذلك ضروري كيحصلوا في شي حوايج كيبداو يقلبوا كيبداو يسولوا، راه كيعطيوهم سميتو كنديرو دروس كنلحهم حتى هما مبسطين بالنسبه للناس اللي باغيين غير يبداو. حتى هي غير كيف تحل الترزه وتجبدها من اللوجيسيال، الرشمه ديالك تجبدها من اللوجيسيال، وكيف تقاد الموديلات ديالك في البي سي، حيت مهم هذيك. اللي ما كيقادش البروغرامات ديالو في البي سي راه ما عمرو يخدم، ما عمرو يعرف يخدم بروغرامات. ديما رشمات، انا كنبقى ديما نقول بروغرامات رشمات كنديرهم في البي سي، كنكلاسيوهم بالكليان ديالهم بالسميات ديالهم ومتابعين. كنمشي نقلب على رشمه، كندخل كندير كاتالوج كيطلعوا لي رشمات ديما كنشوفهم ومنظمين، ولا كانوا في بي سي اخبيهم نساهم مدى الحياة إن شاء الله، ما عمرك تفكرهم فين مشاو ولا فين جاو. راه عندي رشمات ديال 25 عام دابا هادي باقيين عندي مخبيهم، حيت لوجي البي سي كيخبي، كتمشي ليا التليفون ولا الكلي ولا داكشي كلشي، التليفون كيمشي، الكلي كتمشي، السي دي كيتهرس، البي سي كيبقاو فيه، ما عمرو كيتضرب ولا كيخسر ولا كيوقع عليه شي حاجة. كتسالي بي سي كضرب به المده، كتبدو كتهزهم كديرهم في بي سي واحد اخر غادا وكيبقاو عندك. وهذا هو لافونتاج ديال الطرز ديال لا ماشين ديال الالكتروني، هو هذا لافونتاج، ان الطرزه الرشمه الى صيبتيها اليوم كتبقى عندك كتخدم بها ديما فيما تبغيها تلقى عندك، ماشي بحال الطرز ديال الرباطي ديال الرجل، الماكينه ديال الرباطي هذا كي راه خصك داو تراسي باليد، راه عارفين الناس كيطراسيو بالسيلو، ولا صيب شي يعطيه جوج بياسات ولا ثلاثة راه ما كيتشابهوش، راه لي طرزات هادي ماشي هي هادي، واخا تكون هي نيت السيدة لي طرزات هاديك راه معمرك طيح لك هادي بحال هادي، اللي الدار مكتمشيش ديما بحال بحال. لا ماشين هادي ديال الرباط ديال الالكترونيك لا، راه كتمشي كلشي كتخدمو بحال بحال، 12 بياسة 100 بياسة 200,000 شحال ما كلهم كيتلبعو خوت كيتشابهو. غنوريكم شي حاجه على اللوجيسيال تشوفوها باش تعرفوا تاخذوا فكره، باش الناس اللي كيبغيو ياخذوا اللي بغاو يتعلموا يعرفوا فاش يتعلموا. وكنفضل الناس اللي بغاو يتعلموا اللوجيسيال يتعلموا اللوجيسيال اللي خدام موجود في السوق، الناس اللي يعرفوه بزاف. الا ما لقيتيش هذا تلقى هذا اللي غيوريك، ما لقيتيش هذا كتلقى هذا اخر، كتقلب كتلقى درس، كاين دروس كتلقاهم في الانترنت. سميتهم لوجيسيالات اخرين ما نقولش لكم، كاينين دروس بزاف في الانترنيت وما كاينينش الناس بزاف مختصين كي يخدموا في هادشي، قليل قليل اللي كيعرفوا لوجيسيالات اخرين. كيعرفوا كيبيعوا لك ويخليو لك صافي ويخليوك حاصل، توقف على شي حاجه تسولها يقول لك ما عرفتش انا كنبيعو. لا ما نشوف انا الانسان اللي كيخدم في هذاك اللوجيسيال وكياكلو كياكلو مزيان، ملي غيخدم معاك فيه بغا يوريك اي حاجه وقفتي عليها كيفاش تجبدها كيفاش تصيبها. راه ماشي ساهل هو انصيبها بوردون صيب رازو ونعطيها الماكينه كيطازي ساليت، راه كاين حوايج اخرين، كاين دي بارامتر، كاينين لي تيب دو بوان، كاينين يخرج لك شي تيب دو بوان ما عرفتيش كيفاش تخدمو تلف تيب دو بوان في شكل ما تعرفش تخدمو. اكثر الناس راه كنعرفهم كيصيبو كيصيبو بوردو رازو بوان بيكي صافي ساليت، كنشوف بروغرام ديالهم لا علاقة لهم بالبيكاش، لا علاقة بالبيكاش، كيخدمو هاديك الخدمة ديال صحاب السيرغرافي ديال
اللي كيديروا السيرغرافي سميتهم الانفوغرافي، شي انفوغرافي ولا انفوغرافيست، كيخدموا هما الخدمه ديالهم كيخدموا بحال شي رشمه غيخدموها في السيرغرافي في اللوجيسيال ديالهم، حتى هما كيطراسيو بحالنا، غير هما اللوجيسيال ديالهم ماشي بحال ديالنا. هما ملي كيخدموا في اللوجيسيال كيخدموا رشمه كيقدروا يبداو يديروا طرف هنا طرف هنا طرف هنا، كيبداو فين ما ضربوا ماشي مشكل، حيت اصلا هي غادي تخرج في الامبريمي، غتخرج فوقها غتمشي الطباعه غادي كيديرها براكلاج بحال هكا كتراكلا كتطبع. طاز لا طاز، كان خصني نبدا من البرومي بوان، كنبدا نخدم ما نهز البرا ديالي تسالي ما ضبكو في حتى تسالي لا ديرني بوان حتى البوان فا من ديبار حتى الفان، كنقلب على اقرب بلاصه خصني ندخل بيها. ولكن شي بروغراماسيون كنشوفهم لا حول ولا قوه الا بالله، والناس كيشدوهم كيخدموهم في الماكينه وكيتعذبوا وكيعذبوا معاهم الماكينه حتى هي، كتخدم طرف هنا كتمشي تخدم واحد الواقع لتحت وتطلع ترجع تخدم واحد العرش هنا وترجع للجهه اخرى تخدم عرش ترجع هنا عرش، لا ماشي لي ماري الا بعدا فيها كوب في راه لاباس عليك، كتضرب كوب في هنا كوب في هنا كوب في هنا، شحال من كوب في ضربات في ديك الترزه كتضرب فيها شي 60 كوب في 60 كوب في، راه ما كوب في حتى هو كياكل العصب وكينقص لك في الوقت ديال لا ماشين، كيبقى يخدم في الطرف هنا طرف هنا ضرب كوفي الحبس نقز هنا، لا ماشي ما تبقى خدامه كونتيني ما توقفش ما تهش البرا ديالها من بلاصه وتنقز بلاصه اخرى تلقى واحد المسافه طويله، مثلا في فيها مسافه اللي فيها اقل من سنتيم نص سنتيم راه كندوز لها الخيط حداها قريبه وقلب على اقرب بلاصه، كنمشي من تحت هذاك البورد ولا غازو كنمشي تحت منه كنخدم هذاك اللي الفوق عاد كنخدم هذاك باش نجي نفيني به، مثلا كدوز خيوط من تحت. كاين ناس ما كيديروش هادشي، كيبقى راه ضرب عطيه ضرب هنا ضرب هنا ضرب هنا، لا ماشي كدوخ والوقت راه كتزاد كل الوقت بزاف باش انا تكمل ديك الطرزه باش تكمل عندك بكوب فيلات، وصحاب لكم شهر طرزه صافي طرزه راه كنفرض ندي باني راسي، ولكن هو انسان اللي كيدير باني راسو خاص يحاول يجتهد ويقلب على الفينيسيون، الفينيسيون هو كلشي، ما كاينش فينيسيون ما كاينش بروغراماسيون، ما كاينش واحد يصيب شي بروغرام زوين. انا كنقول هادشي حيت انا من عادتي البروغرامات ديالي راه الا بتبدا من الفوق خصو يسالي تحت، اولا مثلا بدا من تحت خصو يسالي الفوق، بالعكس صح كيما كانت خصني ندير ليها، كنقلب على اقل الاضرار، الاضرار هما كوبفيل ما خصوش يدير ليا كوبفيل. هذه الخدمه اللي كنعلمتها الناس باش يخدموها، الا خدم بحال هكذا البروغرام ديالو غيمشي زوين، لا ماشين تمشي مرتاحه ما فيهاش المشاكل، وهذوك العرض ديال بزاف ديال العروض اللي كيكون العرض عريض عريض حتى هو حاول تنقصوهم شويه، حتى هما كينقصوا لك في لا ماشين في الروطا كيزيدوا الروطا كينقصوا في لا فيتاس ديالها كيزيدوا كل جيمب طاق 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 كيبقى كيخسر هذاك الجيمب كيبقى يدخل ويخرج بوحدو دغيا مكتر طاق 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 حتى هو كيدير يخرج، حتى لي ماشين لي اكثر اللي كيجيبو الناس دابا هذاك الصغيبوين راه ما حرج يعرف فيهم الجيمب باقي كاع ما شفت فيهم هذوك لي جيمب. دو على لي ماشين كبار فيهم لي جيمب فيهم كلشي، هادوك مخصصين لاي حاجه ولا حاجه، هذاك الشيء الصغير باقي ما درستهمش بزاف باش نعرف شنو فيهم، خاص الانسان حتى هو اللي يصيبهم يبدا يخدم عليهم بزاف، انا يلاه باش كنشوفهم كندخل ليهم كنشوفهم كي دايرين خاصو يبدا يخدم فيهم خاصو يعرف كيف يجي البروغرام ديالو باش يدوز في لا ماشين يدوز زوين ونقي وما فيهش مشاكل، ما ماشي اجي ودخل الطرز وجي بيكي ويجي ادخل ليه، ولكن ديما خص تراجع وتقع وتعرف اشنو واقع فيه الفيلم كي داير وشنو خاصو، ومن خدمه وكنخدم بياسه لقيت شي مشكل كنعاود نصلحو باش المره الجايه ما نطيحش فيه، صافي مشى صافي دوز فيه بياسه صافي حيد، راه تجيك بياسه اخرى راه يجيك، حيت خدمتنا هي هادي حنا كنخدمو بياسه كندوزو ايشونتيو في مورسو حتى كنشوفو البروغرام كيف دايز مزيان عاد كنلونسيو فيه مثلا السلعه ديالنا، باش ماشي اجي ودي ماري بياسه ديال مواليها ولا السلعه وخسرها راه تشوف تا هو غادي الثمن. نشوفو لوجيسيال غير واحد رؤيه خفيفه وناخدو فكره عليه، والساعة يكون خير ان شاء الله.